قلت لكم والله كنت يعني هو غالبا يعني في الكاريير ديالي كلها مني بديت كنحس بلو تراك شيء اللي عادي، لكن بمجرد ما كنطلع على الخشبه وبتجاوب الجمهور بطبيعه الحال كتمر هذيك المساله. في هاد اللحظه هذه او اليوم بالذات حسيت بالخوف، حسيت بالرعب، كان صعيب عليا يعني كنطلع كل درجه في السلم باش نوصل للخشبه وكنحس بالرجل ديالي فريمون كتغزل. فتجاوز الحمد لله بطبيعه الحال بفضل الجمهور الكريم والتجاوب ديالو معايا، تجاوزت هذيك المساله وكانت حسيت براسي طفله من جديد وتمتعت بالطفوله ديالي على الخشبه. فوالا. تجاوب الجمهور معك رائع جدا، رائع دائما. هذه المساله ما عمر الجمهور ما خدني يعني في كل خطره. سي فري كو كيكون بعض الخطرات كتلقى مع جمهور متحفظ، لكن ما كيبخلش يعني بالتجاوب. السبب هو انني ما يمكنليش نعمل شي حاجه ما كتشبهنيش، فغنحس انا شي الاغنيه اللي غنيت اليوم مليت علاش نبكي، الاغنيه اللي عملت فيها هذه اغنيه يعني غنيت على ود الناس، ايزون بوكو انسيستي كل شيء يعني مني بغيت اشنو بغيتو تسمعوا مليت علاش نبكي او لا كل واحد شنو تيسميها. فكاينين اغاني اللي كتكون يعني اقرب لي اكثر، وكاينه اغاني اللي بالنسبه لي يعني ربما نغنيها غير بور لو بليزير ديال الجمهور ديالي. ف كنظن ان النمط ديالي ما عمره غيتغير، ما حدي يعني كان مازال عندي قلب كينبض بحب هذا البلد وبحب المغاربه، غنستمر على ذاك النمط ونبقى نتواصل مع الناس بالصراحه وبالشفافيه، ما عمرني غنزول الحال. ولكن الاشكاليه راه عميقه جدا، المساله ماشي غير سعيده، المساله حتى المتلقي او الجمهور ديال الفن الملتزم، فهمت؟ انا عندي واحد الفئه معينه، ربما فئه صغيره اللي كتبعني واللي كتفهمني، كتفهم الفلسفة ديالي، كتفهم النمط ديالي، وكتفهم أشنو ما وراء الرسالة ديالي. لكن أغلب الناس بعيدين كل البعد على الأغنية الملتزمة، فهمت؟ وهذه هنا في كاين الإشكال. مسألة دابا المهرجان غيعيط على واحد اللي مدعم على المستوى الميديا، كو ساسوا في السوشيال ميديا ولا الراديو ولا التلفزيون، سيدة ليست حاضرة يعني ما كايناش لا على السوشيال ميديا الا يعني في صفحاتي ولا على المستوى التلفزيون ولا الراديو. سعيده بخصوص الاغنيه اللي تعاملتي فيها مع الفنان الحر، كيفاش كانت التعامل فيها واش ربما نقدروا نشوفوا شي فيديو مستقبلا؟ تجربه رائعه جدا اللي ما عمرني ما غنساها من هاد المنبر، يعني كنبغي نرسل تحيه حاميه وطيبه للمراد الحر. فكان كان تعامل عائلي، ما كانش تعامل ديال جوج فنانه او لا تعامل ديال فنانه يعني معروفه وفنان في البدايه ابدا. كنحس ان شاء الله كنتمنى له التوفيق، كنتمنى له بعدا يخرج الجديد ديالو وان شاء الله يكون خير، لان كنتكلموا في هذه المساله ديال ديو مازال يعني كنتكلموا فيها، لكن الظروف ديالي وديالو مازال ما لقاتناش، وان شاء الله ملي غادي تكون هذه الفرصه اكيد غادي نخرجوا شي حاجه اللي تكون رائعه جدا. كلمه اخيره للجمهور ديالك. كنحبهم بالنفس ديالهم انا موجوده، وقد ما كان عندي جمهور شي واخا يبقاو عندي 10 الناس في المغرب تيشجعوا الفن ديال سعيده نبقى كنتواصل معاهم. شكرا لكم. من صديقه عزيزه لك واعلاميه كبيره كنتشرفوا انها تكون موجوده معنا اليوم، ونادي الاعلاميه فاطمه الافريقي محبوبه المغاربه الوجه الاعلامي الشهير بالمغرب. غادي ننادي على صحاباتها، قالت هي بغات صحاباتها، كلشي صحاباتها يطلعوا فوق المنصه. يلا تفضلوا صحاباتها ديال سعيده فكري يشرفونا فوق المنصه. ناديه، رقيه، نسرين، خديجه والهام، ندعوكم الى المنصه الان. يلا شكرا.